اتفضل ستي. معلش نشوف لنا اي لوكاندا تاني. مش ممكن، المرة دي جت سليمة وطردونا من اللوكاندا، المرة الجاية هيودونا مستشفى المجانين. ربنا يسللك بعقلك، اهو طول ما انت على الرصيف كده وانا متكيفة جدا. مبسوطة من طولة لسان امك؟ شاهدة على ابن المهفوفة ده؟ ممكن يا ماما نروح لوكاندا تانية ننام فيها؟ رجلي على رجله. لا رجلك على رجلنا ولا رجلنا على رجلك. احنا هنبات هنا على الرصيف لحد الصبح، وساعتها حلاقي ألف حلال. استريحتي؟ أوي، ما دام هتستنوا في الشارع للصبح يبقى أنا مطمنة أوي إن مفيش حاجة هتحصل. تصبحي على خير يا حبيبتي. وأنت تصبح بالهم والغم. هتروحي فين يا ماما؟ راح الكندا تاني أنام فيه ولا فاكراني وش شوارع زيه؟ وحسك عينك تفتكر ان انا نايمه وتعمل كده ولا كده، هتلاقيني بقطم رقبتك طوالي، فاهم؟ وانا بعد اللي شفته ده بقى فيا حيل؟ اتفضلي بقى اتكلي على الله. يلا اهدى، انت بتطردني؟ هو انا كنت قاعده ببيت ابوك يا ست؟ انت انا طردتك ولا الحكايه بقى جر الشكل وتلاقيه حكايتك يعني؟ يا جماعه مش كده، حرام عليكم. ما انت سامعه امك. وانت مش سامعه جوزك؟ معلش استحملي يا حبيبي، انا هفرح. يا ريت. وبعدين معاكي بقى يا ماما، لو جوزك ده بني ادم وبيفهم بصحيح اقل ما فيها يوقف لي تاكسي ويركبني ويقول لي مع السلامه يا حماتي. معاكي حق يا ماما، تحسين روح هات تاكسي لماما. تاكسي؟ الله يرحم ايام ما كنا من الشعب قد الترماي. سامعه؟ معلش. تاكسي. اتفضل يا ست هانم. خد بشيش. من فضلك توصل ست هانم للوكاندا اللي هي عايزاه. يا ويلك يا سواد ليلك. حضرتك عايزاه للوكاندا يا ست هانم؟ بقول تحب تطلعي لاجل اللوكاندا. الله، بسم الله الرحمن الرحيم. يا راحت فين؟ الحق يا شاورما. تاكسي 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 تاكسي. حاسب يا اسطى. اتفضلي. ايه اللي بتعمله ده؟ انا عملت حاجة؟ اخوانا ايه بالعمال دي؟ اي ايه ده؟ هتخلوا عندكم دم بقى. طب اتفضلوا انزلوا. يقول لنا انزلوا. ايه ده؟ ايه بقى اللي بيحصل لنا؟ حد كلمه؟ البواخة بتاعتي. ايه ده؟ هو مفيش تكوس يعني؟ يلا يا بارد. خلاص يا دينا. يلا يلا بينا. يلا خلي عندكم ذوق بقى. ايه شغل الهم؟ ادينا نازلين. اتفضلوا. حد كلمك؟ عندي تهزروا جوه التاكسي. اخرج. ايه فوضى؟ بس كلام غير ده. يا اخي هو ده اللي حصل، انا مستحيل اعيش معاه بعد كده. الكلام ده مظبوط، دي نكدت علينا في اسكندريه وفرجت علينا اللوكاندا كلها وشدت البتاع. يا بابا يا بابا انا شفتها بعينيا، دي ما ارتحتش لما طردونا من اللوكاندا. طب ما تشوفوا لنا حل بدل ما احنا قاعدين نرغي زي خبيتها كده. انا بقول نروح لواحد بتاع عفاريت، قصدي بتاع ارواح، ويشوف لنا حل في الحكايه دي. لا اطمنوا بسيطة.
اعمل معروف ما تفضحناش على اخر الزمن. ايوه بس انا عايز حد فيكم يقول لي على اسم واحد ربنا اكرمه وخد اجله يكون شخصيته اقوى من شخصيه ظريف. امي ام الله يرحمها. ايوه انا امي كانت ملبشه وكانت دايما صريفه تعمل لها الف حساب. تمام كلمت. وامك اشمعنى اسمها ايه؟ حفيظه بنت مسعد. بللم بللم بالبليلة. شبركيت يا شبركيت يا مجنن الجن والعفاريت. عمك مدبولي بيناديك وبدو يلاغيك. شبيك لبيك شبركيت بين ايديك. ظريفة بنت مسعدة مطلوبة في مهمة رسمية كلها خير وإنسانية. هندور عليها بهمية. المهم استنى عليا شوية. ما تخافش مش هتتعب عم شبركيت. أكيد هتلوها دي معروفة عندكم كويس. بلاش يا أختي تتكلم تودي نفسك في داهية. زمانها بتاكل دلوقتي مفتقة يا عم شبركيت. مظلومة ده يأذوكي بعدين. معاك حق يا أخويا. الطلب موجود والإرسال مرفوض. مرفوض ليه يا شبركيت؟ الوصول تبعتولها الأول دعوة من اللي عليه النية وصدق عليها من الأنصلية. ده غير تذكرة الطيارة رايحة وجاية. هم عاملين خط جو بيننا وبينهم. ما تستنيش لحسن شبراخيت واخد باله. يا بني ادمين اسكتوا. انتوا هتتلمضوا مع الجن كمان. شبراخيت ارجوك تحاول. واما من ناحية الاجر انا هكتر وعناول. وال. ايوه طبعا احنا تحت امره. اديروا زرابيا. دي ماشي طمي عدسي وانت عدسي طمي والله عدسي طمي. مساء الخير يا جماعة. امي وحشاني يا امك وحشاني. ودوني لامي. ازيك يا امك وحشاني. وانت كمان يا ابني. ليه يا امك سيبيني لوحدي ليه؟ لحال الدنيا يا ابني محدش بيعمر فيها. وازاي الحال عندكم يا استاذ حفيظه؟ كل الناس يا معلم عايشين على لسانهم كلمه يا ريت. اللي في الجنه شايفين اللعيم والراحه يقولوا يا ريتنا كنا كترنا، واللي في النار يقولوا يا ريتنا ما عملنا ولا اذنبنا. سبحانك يا رب. لكن خير كنت عايزني في ايه؟ ظريفه يا اما ظريفه مطهراني في عشقي. وانا والنبي كمان انا عايزه اتجوز. دي مدوخانه كلنا يا استاذ حفيظه. الوليه دي مش ناويه تجيبها لبره. عدوك على اللي عاملاه عندنا كمان. عندكم قلب الدنيا موقع الملائكه في بعض والشياطين في بعض خلت الاخره فرنسا. الله يهد حيلها. مفيش لوكاندا في جهنم رضيت تقبلها. الاربعين يوم الاولانيين نامت على الرصيف وبعدين هربت وجت لكم. والعمل يا اما مش عارف اعيش. دي جت ورايا اسكندريه. ولا يهمك سيبوها لي انا. انا من زمان معروفة منها. علي النعمة طول عمرك ست مجدع وما حد هيجيب دجا غيري. والله يا عاد بتعملوا اجتماعات سرية من ورايا؟ انت جاتي يا ظريفة؟ يا نهارك اسود اللي جابك هنا يا وليا. بتعدي صوتك على اقدم منك. مش عاملة حساب للاقدمية يا قبيحة قلة الادب. يا ناس يا برا ده دول ما هو مش عايزين يناسبكم. هو بالعكس هيتجوزها غصب عني. مين ده؟ بس اياك انت تتلبي وتروحي لهم البيت. سيب يا بنت بس. في واحدة هربانة من عندكم مبهدلانا الدنيا هنا. يا بنت سيب يا بنت. العنوان شارع الشرفة نمرة 4. الحقونا دي مبهدلانا يا ناس. يا بنت لا ما تخافوش عليا انا ماسكاها من زمارة رقبتها. اهلا. تصدقوا ان انا بقالي 3 ايام مستنياكوا على محطه الاتوبيس عشان ارجع لكم ومش عارفه زحمه مواصلات بقى. اتفضلي اتفضلي قدام. لا ليدي فيرست يعني انتوا الاول. لا معلش سيادتك الاول.
اتفضلي. اوعي سيبي. العربية اللي خدوني فيها الكاوتش بتاعها فرق فسبتهم وهرب وجيت لك. وجايانا انا ليه؟ انا راجل مدرس في حالي. اعملي معروف، روح لهم تاني. روح اروح لهم؟ اروح لهم ازاي؟ ما هم اتجوزوا. مروحة دلوقتي ملوش لازمة يا خمس. وانا مال انا يا استاذ ظريفة؟ وانت مالك ازاي؟ ما هو انت وحداني وانا وحداني، انت فرداني وانا فردانية. قلت بقى يا بنت نتلم على بعض. هنتلم يعني هنعمل لمة؟ لا، لمة ايه يا حياتي؟ هنتجوز بعض. اسددك، اطبخ لك، اغسل لك هدومك المقيحة دي. ها؟ ايوه. ده انت كده منفسة خالص. اخش منفسة في عينك. ده انت اصلك ما تعرفنيش، ده انا ههنيك، هبسطك، هخلف لك عفاريت صغنونة قد كده اهو، تحفراتك تجننك. تعالي تعالي ظريفة هاني. ظريفة هانم، ظريفة هانم، صلي على النبي، صلي على النبي. خليل. ايه؟ هتموت. بص ايه، ما هتروح في الهوا. خميس. ايه؟ بص عليك يا خميس، سيبني لوحدي، انا خايفة. افتح يا خميس. النهاردة الجمعة، انا بقفل يوم الجمعة. مش هتفتح؟ لا. انا مروحة. مع السلامة. الى ربنا يخليكي البني ادم يا حضرتك. اعملي معروف، ابوس ايدك، ابعد عني. بوس. انا ما رضيتش اتجوز بني ادميه، اتجوز عفريته. ده انا حبستك قوي يا مجنون. مش هتلحقي، انا هنتحر. خميس. احب الموزه بنقطه. خد اما اقول تعالي. وقعتيني يا ده. قوتي في سبع ارواح، انت عايزه ايه مني تاني؟ ما تسيب الجدح في حالك. مش كفايه انك ما عملتيش خير في دنيتك؟ اعمليه مره واحده في اخرتك. طب سيب قدامي. هتجوزه بس مره واحده قدامي يا ستي. سيبيه يخرب بيت سنينك. مدرجنه معايا ليه يا حاجه؟ قدامي. مالكم واقفين مبلمين كده ليه؟ عايزانا نعمل ايه؟ هو احنا قدرنا نعمل حاجه وما عملناهاش؟ من دلوقتي تقدروا تعملوا كل اللي انتوا عايزينه. انا خلاص سلمتها لبوليس الاخره. ينصر دينك يا شيخ. يا حبيبي يا حبيبي زي الاسد يتكف عليه مين الحسن. تعبان يا خميس، تعبان. بعدين معاك بقى، المره دي عدت، المره الجايه ما نعرفش هيحصل ايه. ده راجل عصبي يروح فقعك تقرير للوزاره يجيب اجلك. اتفضل. عقلي مش معايا يا خميس، كل ما اجي اشرح تاريخ الاقيني بقول تواشيح. طب برضه ما قابلتهاش اسبوع بحاله، من يوم ما كنت عندهم في البيت معرفش عنها اي حاجه، حتى التليفون كله مطلوب النمره ترد عليها اللي ما تسماش. اروح اقفل السكه. ما كلمتش المعلم عاشور ابوها؟ كلمته، قال لي التنضيه عليا يا سي تحسين، وخايف ليكون بيعممني لحد الوليه ما اتجوزها من ورايا. طب اسمع، تعمل ايه في اللي خليك تقابلها تاني؟ في عرضك بعد الحصه السادسه تاخدني تفقعني غدوه على مزاجك، وتهبشني ازازتين بايره، وتفلسعني سيجارتين. افلسعك؟ ولما اصحى من النوم تنيمني تاني. صح؟ طيب يلا يلا. تاني انت. الو الو اختي. الو بترد يا جبان؟ اتكلم يا باجن، انطق يا مغفل. لو انت ايه؟ ما بتردش ليه؟ تليفونهم هيفضل مشغول للابد. علقته. طب والنبي لكون جايبك كلب هو اللي يطلعك من وسط 100 سماعه. هي بس ساعتك كام دلوقتي؟
انا ما بعرفش فيها، شوفها انت وحياتك. دي الساعة 5 اه 7 بالدقيقة هتكون مع منى. بجد خميس؟ بجد تحسين. صحيح انت استاذ تاريخ ليك مشنة ورنة، انما انا استاذ عربي داهية، وانا داهية من دواهي العربي. انا عارف. قوم بينا فورا دلوقتي. قوم بينا. ولا تخلص الشاي؟ هايل الشاي ده، بس الجاز كان كتير شوية. جاز ايه ده؟ انا عامله بالصابون يا راجل، يجنن. طيب جاي اهو يا باي. ايه ده؟ خف ايدك شويه، وجعت ايدك. صباح الفل. اهلا. نعم. ايه اهو اهو، قول بقى. نهارك يا استاذ تهاني. اهلا وسهلا. نعم. المصلحه جالها اختار ان تليفونكم عطلان. مين اللي قال؟ هو صحيح ما فيهوش حراره بقاله ساعتين، لكن ما حدش اشتكى. يا مدام الشكاوي دلوقتي الكتروني. يعني ايه؟ تليفونكم يقول اه، احنا نقول ايوه اه، وندب على طول. ما تسيبيهم يشتغلوا من سكات، ولازم تحقيق. اتفضلوا. التليفون فين؟ هو متلقح عندك، تعالى. كل يوم والتاني خسران جابك نصيبه. وقفتوا حالنا الله يخرب بيوكم. الله، احنا اتهزقنا بقى. ان شاء الله سليمة يا مدام. شكرا. الله، ده الحرارة. انا هتصلح. ها؟ طمني يا استهاني، كل حاجة هتمشي طبيعي ان شاء الله. اصل يا اخويا الانفلونزا مالية البلد اليومين دول. ومالك بتقرب مني كده ليه؟ بعد الشر عليك. بقولك ايه؟ مش باين. خش اعمل نفسك بتدور على الفيش والتوصيلات ودعبس عليه. انا خايف اعمل. لا ما تخافش، خليك راجل. يا اسطى محمود. اسطى محمود. اسطى محمود مين؟ انا اسطى محمود. ايوه اسطى محمود. ايوه. خش دور على الفيش والتوصيلات وقول لي عشان ندب بقى. افرشة الالواز؟ يا ريت بس سخنه. سيبت واقفه تتصنطي على ايه؟ تتصنطي على ايه؟ فين المخبط؟ اه اختي امر ايه؟ امشي بقى. دستور. التليفون فين؟ هو التليفون مات. تعبان. فعلا ما فيهوش حراره خالص. بقاله جمعه ما بينامش. ايه؟ بقاله جمعة ما بينامش، مليان كلام حب وعواطف، محشر غرام واشواق. ايه؟ تحسين. منى مش قادر اصبر اكتر من كده. منها لله امك اللي حرمتنا من بعض المدة دي كلها. دخلت هنا ازاي؟ البركة في التليفون. ما تبقاش مجنون. مجنون مين؟ انا تعبان يا منى. المية سخنت. بتغلي يا اسطى. قصة، انت بتكلمي عبد الحميد ترانك، فاهمة يعني ايه؟ مؤاخذة يا طبيب. شيل الغطا، شيل الغطا. احط ايه؟ النصران الاول. ايوه. ايه اللي انت بتعمله ده؟ اسكت يا وليه. مش فاهمك انت في التليفونات. هاتي هاتي الكركوعة اللي وقعت دي. التليفون الحرارة ضايعة، لما الحرارة تضيع تسخن المية، تحط التليفون في المية تجيله الحرارة. لا يا سيدي. أيوة كده، فاهمة؟ يا ريت شوية كزبرة وكمون عشان الصوت يطلع رايق. والله. تلاقي الألو هادو. ها؟ اتكلنا على الله. فين الكبشة؟ ها؟ الدعي حتة بصلاية هيطلع ريحة تخبل، ريحة تخبل. وقف يعملوا ده. عليا النعمة لهريك وأنا هنا. لا ما هو اي نعم انا مدرس تاريخ، لكن ما ننساش برضو ان حضرتك ضريع في اللغه العربيه. انت افهمتني. الله يخليك. اتكل. اتفضل حضرتك. لا انت لا هتدخل. اتفضل حضرتك. ادخل. صباح الخير يا حبيبي. الناظر. مش ممكن يبقى في خير مادام انتوا الاثنين في المدرسه دي. ارجوك يا حضره الناظر، حاسب واحتسب وتحسب في الالفاظ، لاننا موظفين حكوميين وعلى درجه مش بطاله. ولما انتم عارفين نفسكم انكم موظفين حكومة وعلى درجات، ازاي تسمحوا لنفسكم بالمسخرة وقيلة الحياة دي؟ ما
مسخرتي يا فندم بس لا سمح الله. وكمان بتقاوح؟ اه ملقاش. الهانم حكت لي على كل حاجة. أستاذ خميس. أفندم. أهي. شوف يا بيه، أصل أنا بحبها، والحب مش بإيدي، الحب في القلب زي الرز في الكوسة يا فندم. إيه اللي دخل القرع في المدرسة؟ أنت مش عارف إنها متجوزة؟ متجوزة ده إيه؟ اتجوزتيها من ورايا يا وليا؟ حط البرنيطة لحسن ودين النبي أعمل لك صينية كنافة في نافوخك. قليل الأدب. الهانم تبقى حرم شوشو بيه. إن شاء الله أكون حرم تشيرش البيه. بحبها. بحبها يا عالم، بحبها. تحب واحدة متجوزة من 20 سنة؟ دي تبقى جريمة يا فدي. حضرتك بتتكلم عن مين؟ عن مدام شوشو طبعا. يا بيه أنا قصدي على بنتها الأنسة منى. هو معقول يا حرم ناظر تحسين يحب مدام شوشو؟ الواحد برضو يا فندم عنده نظر، والبلد لسه بخير. ولا قالوا لك اللي احنا سكه بقى ولا ايه؟ ها؟ انا مش هقدر اقعد اكتر من كده، والشكوى دي تبعتها الوزاره، والا من غير والا يا فندم انا هوديها بنفسي، ومش هتنقل من الوزاره الا يبعتوا صوره منها العشماوي شخصيا. شكرا. مع الف هفرجك الكلب. تحياتي لشوشو بيه. شكوى؟ شكوى ايه؟ شكوى المدام بعتها فيكم انتم الاثنين. يا بيه شكوى لغير الله مزلة، وانا بحبها. بحبها وعد الله بحبها. بس انا ما بحبهاش، هو اللي بيحبها يا بيه. يبقى انا ذنبي ايه؟ تنكر انك ما تنكرتش في زي عامل تليفون؟ انا ما انكرش. يا بيه اسمع مني انا بس. اصل انا بحبها. تنكر انك ما دخلتش بيوت الناس بطريقه غير مشروعه؟ انا ما انكرش. خليك معانا يا بيه. اصل انا بحبها. تنكر انك ما اشتركتش انت وزميلك في الفسق والفجور؟ انا ما انكرش. ما تسمعونا بقى، اللي تنكر وما تنكرش، بقولك بحبها 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 بحبها. يا جدع يا جدع اسكت شويه وبطل بحبها بحبها، اما تشوف المصيبه اللي احنا فيها دي. بحبها خميس. هتترفض ومش هتلحق تتنيل. يا خميس اخويا. سيد الناظر، إنما حدث حدث بيننا بنية بيضاء ناصعة لا غبارة عليها. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي يا حلاوة. الله أكبر الله أكبر. يحيى اتحاد الطلبة. زميلي هذا قلبه يحترق. أنا بكلم جد. ما أنا عارف، ما تبقى تيجي. طيب أنا كنت بقول إيه؟ غبار. لا غبارة عليها، وأنا رجل عاطفي لا أطيق فراق المحبين. فيا حبزقة اظرم بقى لو ان انكتم. ما تقلبش دماغي، ابقى قول الكلام ده لوكيل الوزاره والوزير بعد ما بعتوا الشكوى دي. يا نهار اسود، ده كاتباه على كيس مخاده. يا حضره الناظر، الله يعمر بيتك ما تبعتهاش، بلاش تدمر مستقبلي وتطفي انوار الحياه وتيتم عيالي الثمانيه وامهم. عيالك الثمانيه؟ انت متجوز يا استاذ خميس؟ لا، انما عندي نيه خلف 8. وحياتك يا خميس تبقى تدي حضره الناظر 2 منهم واحد بني. ابن حلال يستاهل. تحبوا سيادتك ذكر ولا انتايه؟ ولما انتوا خوافين بالشكل ده، حركات الجنان دي لازمتها ايه؟ طوبه حضره الناظر، بس ما تبعتش الشكوى. طب يلا اتفضلوا، حصلوا مدام شوشو بيه واعتذروا لها، وخليها تسامحكم، والا من غير والا هنعتذر لها، وهنديها ونكتب لها تعهد كتابي بعدم التعرض لها اطلاقا. تفضل تفضل. روح يا شيخ روح. ان شاء الله. السلام عليكم. جريت من ايه؟ مش عارف. بقيت فين؟ الرحمه يا ست ظريف. انتوا الاثنين تستحقوا الاعدام. اعملي معروف. خميس افندي ملوش دعوه، انا المسؤول. اشتكيني انا، ارفديني انا. ام بوسيبي. واي ام بوسيبي؟ بيكوز انتوا الاثنين عجينة واحدة. لا ست هانم، انا بتاع عربي، هو بتاع هيستوري. اله يجي لك هيستيريا في نافوخك منك. له اذا كنت شايلة حاجة من المرحومة من ايام زمان، فاللي فات مات واحنا ولاد دلوقتي. والمسامح كريم. ايه قلت ايه؟ ايه يا ست ظريف؟ ها؟ الولية راحت فين؟ مش عارف. يا ست ظريفة. ست ظريفة ست ظريفة. الولية اتكلت على الله. البقية في حياتك. حياتك الباقية. ألف مبروك. الله يبارك فيك. حد يلحقنا بالإنقاذ والمطاف يا رجالة. ما تتعبوش نفسيكم.
الخيرة فيما اختاره الله. ايه يلا اتكل على الله. يا اخوان انقذت حياتي. يلا يا سيدي انقذت حياتي يا تحسين. صدق الله العظيم. شد حيلك يا معلم. شد بالله يا ابني. قضى اخاك من قضى. الحمد لله. يلا خدت الشر وراحت. محدش يجي لك في حاجه وحشه. ده انا اللي باخد لحظه. لا مؤاخذه. شد حيلك. شد بالله يا ابني. اللي فاضل في حياتك بقى. الحمد لله. مع السلامه. اجيب لك قهوه بسكر يا معلم. ودي يا ريتني قهوه. الله يخرب بيت مخك. هات لي حاجه ساقعه وحجر شيشه وحصلني على فوق. حالا. عينيا. يلا. بدل قال وسموكس وفي اجدع من بلدي. بناخدكم زي ما خدت. مش عارف سموكس سموكس مش عارف. ما تاخذنيش يا ستان. كل وقت وله اداب. ولع معلم. اهي بقى سالكه وزي الفل. خف يا معلم. يا جماعه لسه ما ربعنوش. وانت مال ايه؟ النبي تاخد بالك يا معلم. بقول ايه؟ وانا سايق. ايوه يا معلم. شوشو عاشور لاخره معينا. شوشو ده كان زمان. عينيا يا معلم. تروح للست زوبه وتقول لها المعلم شوشو، قصدي المعلم عاشور. عاشور غرضه يجي يشرب فنجان قهوه ويتكلم معاك كلمتين. وهو انت برضو عاوز استئذان برضو يا معلم؟ ده حب قديم ومن فات قديم وتاء ولا ايه؟ معاك حق، بس برضو الادب مطلوب. والنبي يا معلم كان نفسي ببدله سموك من بتوعك اتمنظر بيها على الجو بتاعي. جاتك نيله فيهم وفي اللي عايز يحطهم على جتته تاني. هم متلقحين عندك في البيت. يبقى هات لك تروشكل وتعالى خدهم كلهم. ربنا يخليك يا معلم. يا حنين يا حنين يا شيخ حنين. يحيى فارت يا معلم. ده انا اللي فاير. قلت ايه يا جميل؟ ارجوك يا معلم ما تفتحش الجروح، سيبها ملمومه. ما خلاص يا زوبه، من هنا ورايح مفيش جروح. علي النعمة ولا الجن الأزرق يقدر يفرقنا عن بعض تاني. بس أنا خايفة يا معلم. قولي لي خايفة ليه؟ ده احنا لبعضينا مهما حصل. شوفي حكمة ربنا، أنت تتجوزي وتبقي أرملة وأنا كمان أتجوز وأبقى أرملة. هذا جناه أبويا يا معلم. وجناه أمي كمان، هي اللي اختارت اللي ما تسماش وحلفت براس أبوها اللي لازم أتجوزها. اللي فات مات يا معلم. على رأيك. المهم دلوقتي نحط ترمولي على ترمولك ونتوكل على الله. الحقيقة انت فاجئتني يا معلم، والموضوع ده عايز تفكير. خلاص اسيبك تفكري على مهلك. نعم افكر بايه يا اخوي؟ انا موافقة. ولا انت هتتمحك زي عوايدة؟ الله يخرب بيت شيطانك، طول عمرك دمك خفيف يا مضروب. شوف يا مولى، الخميس الجاي ان شاء الله فرح تحسين على منى. حلو. الخميس اللي بعده فرحنا انا وانت يا دنوب. بنجني لحد الخميس الموعود. بسم الله الله اكبر. منى. ايوه. انا مش مصدق عيني. ما انا هو بين ايديك. تعالي بقى كده حد بقى اصل كده. الله. انا عارف ان الجواز حلو من زمان. ليه كل ما بضمك بحس ان انا ما بعرفش انا مين ولا جيت منين ولا انا فين. قد كده بتحبني يا تحسين؟ هو انا لو ما كنتش بحبك كنت استحملت بلاوي امك؟ استنى بقى. تبقى ليه منى؟ ايوه يا واد، ما عرفتش نحكي.
ايوه يا بنت الاموره. ربنا بلوى الواد خميس ده قاعد يقول لي اربع اربع لحد الواحد دماغه ملفت. ايوه يا واد وعرفت تنفي. ايوه يا واد خدت الاموره. ايوه يا واد اه يا دي النيله. يظهر ان كتر الاربعه تخد الواحد يتهاله حاجات نيله خالص. ايه اللي نيله يا نيله؟ لا اصل انا كنت قعدت اربع والواد خميس يقول لي انت بتاربع ليه؟ وانا اقول انا بكلم مين؟ بكلم مين؟ ما انتش عارفني؟ بتشبه عليا؟ وفي الحقيقه الوش العكر ده برضه مر عليا قبل كده. عكر؟ انا زوزو هانم يا ابن حفيظه. زوزو؟ انت كنت فاهم انك تقدر تتجوز البنت من ورايا؟ ده بوحدك، هي سايبه ملهاش ام تحميها. يا مرحبا. حبيبي مالك؟ زوزو. زوزو مين؟ امك. مالها؟ لا برضو واجب الواحد يقرا الفاتحه على روحها. يا حبيبي يا تحسين قد ايه انت طيب. قوي. طيب قوي خالص. نهار ابيض. النبي النبي تحسين النبي. توبة ان كنت اربع تاني. توبة توبة والنبي توبة. ايوه يا واد عرفت تنقي. ايوه يا واد خدت الامورة. يا هوي ايه اللي بتعمله ده قليل الحي؟ مش تختلش عيب؟ لا ده الموضوع مش موضوع اربعة بقى. رد عليا هنا. ايه اللي بتحببه في البنطلون ده؟ بفك الزرار عشان اقلعه. اتقلعت دماغك من جسمك. طيب تلعب قدام يا واد مش تختش عيب؟ يعني انام بهدومي؟ شوف لك حته تانية اقلع ونام فيها وانت عامل زي البورس كده. ايه ده؟ هي حصلت الشبشب؟ لا ده ايه ده ايه ده ايه اللي بتعمله ده؟ يا حبيبي انت بتكلم نفسك؟ بنفس مين؟ هي نفس شالها كده؟ بكلم امك يا ست هاني والله العظيم بكلم امك. يا حبيبي انت لسه قاري الفاتحه عليها. امك رجعت تاني رجعت تاني. ازاي بس؟ ازاي بس ده مش مصدقاني؟ امك رجعت اكيد ما حدش راضي يقبلها فوق لا في الجنه ولا في النار. قامت رجعت لنا تاني طردوها من فوق. قطع مش مصدقاني والله العظيم. امك اهي واعده ليه زي اربع قطع على السرير. يا حبيبي السرير فاضي. بس اما اشوف هو مين. حنوت الكلب اللي دفنها كان لازم يبنوا فيها هرم خوف عشان ما تهربش. تحتين انا مش ممكن اقعد معاك وانت بتتكلم عن ماما بالشكل ده. الله هنا هنا تعالى هنا رايح فين؟ انت يا انت مش اتكلت على الله ونزلت في الباكابورت؟ وسلمت الامانه للي خلاها سبحانه وتعالى زي كل الناس. الحمد لله. امال ايه اللي جابك تاني؟ خدت لك اجازه مفتوحه بدون مرتب وقعدت لك لحد ما اطلق البيت واجوزها واحد على مزاجي انا. لا يكون في علمك بقى لا انت ولا عفاريت البلد بقى حالها يفرقوا بينه وبين منى. يا بنتي اهدي امال. تحسين معذور اصل امك صعبه قوي ما تتنسيش بالساهل. يا بابا يا بابا ده قاعد بيكلم نفسه في قلب الاوضه. اذا كانت خلت ابوك يكلم نفسه في ميدان التحرير يبقى مش هتخلي جوزك يكلم نفسه في اوضه. ايوه ايه ده؟ ايه الزيطه دي يا ولد؟ ايه يا ولد انت؟ يا ولد انت سيب الكوره يا ولد. يا ولد انت يا ولد اللي هناك ولا حركه. تبع قيام جلوس قيام تعظيم سلام. مين اللي لطش سندوتش الفول بتاعي؟ ها؟ لازم تعرفوا ان انا من النوع اللي بضرب وفي نفس الوقت بنضرب. مفهوم؟ العبوا تاني. اللي واخد عقلك بحب يا خميس بحب. يا سيدي هانت
اديك النهارده هتخطب وبعده هتكتب وبعدين تخلف وبعد بعده تتجوز وبعدين هتشحت وترجع تقول يا ريت اللي جرى مكان. يستحيل يا خميس، يستحيل. يا سلام عليا وانا متجوز ومخلف عيل صغير واقعد العبه ويضربني بالقلم على قفايا ويقول بابا بابا، وبعدين نروح الدابي بصوابع الاثنين في عينيا مخزقهم لي، وطبعا هبقى ضرير وهيرفضوني من المدرسه، وابن حبيبه هو اللي هيسحبني وراه على القهاوي نشحت سوا، وبعدين هياخدونا تسول ونبقى في الحجز. يا سلام يا سلام على امه لما تيجي تضمننا، يا سلام. ربنا يوفقك. بس المهم امها، امها خميس لا انا بنزل لها من زور ولا هي بتنزل لي من زور. وانت مالك ومال امها؟ المهم ابوها المعلم عاشور راجل جدع. هو جدع في الحته بس، انما في البيت ما يقدرش يكح لما ياخد اذن منها. واذا ما اذنتلوش يفضل حابس الكحه لحد ما يروح القهوه ويطلب كرسي ويقعد يكح عليه. بس عليه كحه. ما شاء الله ما شاء الله يا اساتذه. ايه ده؟ ايه عاملينها قهوه؟ تحب اوصلكم بنفسي على قهوه وكمان شيشه؟ لا انا اخد حلبة حصى ودومنا. تاخد ايه؟ انا عايز شيح بابوني. كنت اتخفت اهو. ايه؟ الحصه ابتدت بقى لها خمس دقايق. اتفضل يا استاذ حسين اتفضل. لا والله يا استاذ خميس ما صحش ده كلامك. انت الاول. يا راجل برضه مش معقول. انا مدرس عربي على قدي، انما انت استاذ تاريخ. انا ياما نابليون حكى لي عنك. يا سلام، انت هتقول لي على نيبو؟ ما كان معايا في المدرسه واترفدنا سوا، هو اتكل على الله وراح فرنسا وانا اشتغلت هنا حظوظ خميس. اقفل ده هو بره مدرسي خرجة. طب خد الزمار بره. طب خد الزمار ده بره يا فندم. تخوه الزمار يا خميس بره. اكيد الوزاره مستقصداني والا ما كانتش بعتت لي البلاوي دي. يا منى منى نرى يا بنتي، ما انا كملي بقيت لمسك العريس زمانه جاي. ما انا لابسه يا بابا اخر موضه. لا حول ولا قوه الا بالله، دي موضه تكسب دي. اشمعنى احنا بقى يا سي بابا ما بنعيدش على الموضه بتاعتكم؟ وهي يعني عاجبه امك؟ ما هي مصممه انها تشقلب كياني وتلبسني بالانجليزي. ربنا يستر وما تشقلبش كياني انا اخرى. ازاي؟ خايفه ما توافقش على العريس. في الحاجات اللي زي كده الشورى شورتي، انا هنا الراجل والكلمه كلمتي، انا ما عنديش حريم لا اصرف ابدا. يا حبيبي يا بابا. ايوه يا ست الكل جاي مش حاجه. يا بابا. بس باخدها على قد عقلها. سترك يا رب وعلى من فضلك. انا فوت في السرفيس افندم. ايه ده؟ انت هتفضل دايلني في البيت بالشكل ده؟ قلت لك بتجيب لي العسل. لا لا، ما انا هلبس حالا اروح البس. ناوليني الجلابيه يا نبويه. ايه ده؟ جلابيه؟ انت يا راجل انت ناوي تموتني ناقص عمر؟ ان شاء الله. ايه؟ لا قصدي ان شاء الله اللي يحبوك. يعني انا جيت اصل جيت اقول اللي يحبوكي وما قلت اللي يحبوكي، وانا قصدي اقول اللي يحبوكي. بذمتك انت راجل انت؟ امال شيلش جزر. ما انت اللي لخبطتيني كمان. وعلى العموم ما تدققيش معايا كده، دي الاقوال بالنيات. معلش الصبر. طيب اتفضل اجري يلا البس السموكن بتاعك. ايه رجعت ليه؟ بس بقول بلاش السموسك ده، اصل يعني مش معقول ابدا الراجل يعرفني من زمان وابن حتتي وعارف ان انا ابن بلد ومجدع. مجدع لازم غلط في العنوان. الدنيا بتتدور والناس بتتقدم يا بني ادم، مفهوم؟ مفهوم. لما هو مفهوم واقف لي ليه دلوقتي؟ حاضر حاضر هروح البس هروح البس. اتفضل. يا دي النيله رجعت ليه يا راجل انت؟ اصلي بس في السموكس ده لما بلبسه ببقى زي حانوت الخواجات بالظبط. تعالى هنا يا راجل انت. انت عارف انت مش عايز تلبس السموكس ولاد الزواج بيحطوا اكله دول. اهو ده اللي كان ناقص، الرجاله تمشي كلامهم على الحريم، والله عاد. ملعونه بالسموك، الصبر اللي شار عليا بيه ايه ده؟ مش معقول كده يا بنتي. على فكره تقدر تقول لي ازاي وافقت ان الجدع ده يجي هنا من غير ما تاخد رايي؟ اصل الراجل يا ظريفه يا حبيبتي. اوه قلت لك 100 مره بلاش ظريفه، ده اسم بايخ. معلش قول لي يا زوز. حقك عليا. أصل الراجل يا زوزو يا حبيبتي ضرب التليفون وكلمني وقال لي أنا جاي أزوركم في البيت الساعة 8. كنت أقول له استنى لما أخد رأي الست هانم اللي موجودة في البيت. وأنا ما قلتلكيش؟ لا مش أنا جيت أقول له كده، السكة اتقطعت والحرارة قلبت.
بلاش البرنيت عشان البنت الخايبة نسيت وجابت فيها الطرش. بقول لك ايه؟ البس السلطة بيا. ماشي بنت اتقطعت لسانك، حط لها ونجار على المطبخ. نعم لازم خدمة. هو في الحقيقة أنا كنت جاي طالب إيد الأنسة منى، وأنا كل أمل إن المعلم عاشور هيوافق. نعم عاشور اسمه شوشو يا بلدي. شوشو؟ لما أخذ معلم شوشو مش كان واجب برضه تقول لنا علشان أقل ما فيها نيجي نهني ونقدم الواجب؟ ده كلام. إحنا بتيجي الساعة لما تبقى شوشو تبنى حلال وتستاهل تبقى شوشو بصراحة. اتفضل يا أستاذ خش في الموضوع. أنا يا شوشو بيه جاي اطلب ايد بنت سيادتك اللي هنسها منى. هو كلمنا انا هنا شوشو بيه ملوش دعوه بالحكايه دي. ملوش دعوه ازاي؟ هو مش ده راجل البيت برضه ولا ده راجل كفته يعني عايز افهم؟ مش الرجال قوامون على النساء ولا دي برضه غيرتوه؟ تقدر تقول لي اولا انت هتبقى مين وابني مين؟ الله، هو حضرتك نسيتي ولا ايه؟ انا تحسين ابن ام تحسين اللي امي متربيه معاكي في الحاره، كنتوا بتجروا سوا ورا عربيه الرش. حتى كمان بالاماره كنتوا بتيجوا تنشروا الغسيل بتاعكم في السطوع عندنا عشان سلم سطوحكم كان واقع. شايف بيتكلم ازاي؟ عايز يفرسني فوله واتقسمت نصين هو وامه. الله يرحمها كانت جيتها حلوه. الله يخليك يا معلم، حتى مره زمان كان السروال بتاعك يا معلم كان مشهور عندنا وبعدين طار في الهوا. امي كانت زعلانه بشكل قعدت طول النهار تقول يا مصيبتي يا ندمتي هنعمل ايه يا واد يا تحسين؟ الداهية لا تكون الست ظريفة افتكرت اللي احنا ادينا السروال لابوك. وانا اقول لها ده كلام يا اما مش معقول، فين المعلم عاشور؟ من ابويا حكم، انتوا عارفين ابويا كان سفروت كده ومسلوع زي زعزوعة القصر. الله يرحمك يا ابا. اسمع يا استاذ احنا ما عندناش بنات للجواز. بقى ده اسمه كلام يا معلم شوشو؟ انت مش مديني كلمة؟ كلمة؟ كلمتين شوشو؟ انت بتتفق من ورايا في مواضيع سياسية؟ هو الجواز كمان غيرتوه بقى سياسة على بختي؟ زوزو خف شوية مش كده. انكتم انت ليتك مش فايتة النهاردة. ابرنوي لما نبقى لوحدنا ابيك بوه افهمي كل حاجة. افهمني كل حاجة ان ما فرجتك طول بالك عليا. انت بتتني كلمة انا اللي عايز بقى. طلعوا على النبي. مفيش داعي. اللهم صل على كامل النور. مفيش داعي خلاص، واذا كان على العيال دخلوهم داخلي بدل الشحططه في المحاكم والحاجات دي. مع السلامه يا استاذ. طب مش نقرا الفاتحه الاول؟ مع السلامه يا استاذ. المهر والشبكه طلباتكم ايه؟ الشبكه كده. انا بقول لك مع السلامه يا استاذ. طب الدخله والفرح انا رايي انهم يكونوا الشهر الجاي ورا بعض الاثنين، عشان انا جاي لي علاوه 12 قرش ونص. قلت ايه؟ قلت ان حضرتك لو ما خرجتش من هنا دلوقتي هخرجك مرابعه. مرابعة دي بقى؟ انا اول مره حد يقول مرابعة. انا مره واحد قال لي متلتة دغدغته خالص. روق دمك بس. روق دمك اسمع كلام. ايه؟ انت دلوقتي تمشي وتقابلني في المحل ولا في القهوه هنتفق. بتقول ايه؟ بقول له مع السلامه. تبقى ازاي مع السلامه؟ مع السلامه يا استاذ. ما تطنشنا يا معلم شوشو. منى الله يخرب بيوبكم. ايه يا ماما اللي عملتيه ده؟ حكيت منتي خالص. انا اعرف مصلحتك ومصلحه ابوكي. ولا مؤاخذه انا ابوها واعرف مصلحتها ومصلحه امها. انكتم انت. فينش سبيك. اوكي رينتر. يا ماما يا ماما بصراحه انا وتحسين بنحب بعض واحنا صغيرين. ده كده انا الحق عليا اللي دلحتك ودلحت ابوكي. انما يكون في علمك من النهارده مفيش خروج من البيت، وانت تعالى كده يكون في علمك ان بنتي لازم تتجوز واحد من عيله ابن ناس مش تحسين ابن متحسين. تعالى كده لما اعدي. عجبك كده يا سي بابا؟ بصراحة ربنا لا. طب ما اتكلمها. ولا قادر اتكلم وما اتكلمتش، ما انت سامعاها وهي بتقول فيمش فيه. يا استاذ لازم تعرف ان دي مدرسة مش سلخانة. هنا المدرس لما يقول الدرس التلميذ يتعلم، ولما المدرس ما يقولش الدرس التلميذ يبقى حمار. وعشان حضرتك ما بتقولش الدرس كل تلاميذ المدرسة في مادة التاريخ حمير بفضل مجهودك المنيل. يا فندم انا متشكر قوي، ده بفضل ارشاداتك العظيمه وتوجيهاتك. يا فندم انت بتخرف تقول ايه؟ يا فندم انا اصلي بمر بظروف اجتماعيه عصيبه. ما دام بتقبض يبقى لازم تقول، والا اقعد في بيتكم وريحنا.
سيادة البنظر عنده حق يا تحسين. خلاص يا فندم، قعدت من النهاردة صوته وهو بيشرح هيهز ويجلجل أركان المدرسة. التلاميذ اللي على بعد 10 كيلو هينجحوا سماع يا فندم. يا فندي أنا يهمني تلاميذ المدرسة اللي هترفض من الوزارة بسببهم، مش اللي على بعد 10 كيلو. اطمن يا فندم، إن شاء الله في آخر السنة هتكون النتيجة 5-0 لصالح الأهلي. أنت يا جدع أنت مسحوب من لسانك وبتتكلم ليه؟ ما أنا هو واحد يا فندم. مش كده يا أستاذ تحسين؟ أنا أؤيد أقوال الشاهد وأطالب ببراءة المتهم. ما شاء الله، حصوه في عين اللي ما يصلي على النبي. الله يكرمك. خلاص يا فندم. يلا يا أستاذ حسين، يلا. يلا اتفضل وشوف شغلك. لا والله ما صحش، أنت الأول. أعوذ بالله يا راجل. ده أنا مدرس عربي لا هنا ولا هناك. إنما أنت أستاذ تاريخ، ليك منشنة ومرنة. خلاص يا استاذ تحسين، يلا اعتذر لحضره الناظر وخليك ولد كويس. يلا 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 يا تحسين، بوس ايده يا تحسين وقول له انا اسف. والله ما في داعي يعني. انا يلا انا اسف. يلا بوس ايده. مبروك يا فندم. انا ما عملتش حاجه. عرش يا فندم، انت هو على حصتك مدرسين خلده. وحياه النبي دول هيجيبوا لي ضغط. انا تعبان يا خميس، تعبان. بعدين معاك بقى، المره دي عدت، المرة الجاية ما نعرفش هيحصل ايه. ده راجل عصبي يروح فقعك تقرير للوزارة يجيب اجلك. اتفضل. عقلي مش معايا يا خميس، كل ما اجي اشرح تاريخ الاقيني بقول تواشيح. انت برضه ما قابلتهاش اسبوع بحاله، من يوم ما كنت عندهم في البيت ما اعرفش عنها اي حاجة، حتى التليفون كل ما اطلب النمرة ترد عليا اللي ما تسماش، اروح اقفل السكة. ما كلمتش المعلم عاشور ابوها؟ كلمته وقال لي التنضيع عليا يا سي تحسين، وخايف ليكون بيعممني لحد الوليه ما اتجوزها من ورايا. طب اسمع، تعمل ايه في اللي يخليك تقابلها تاني؟ في عرضك بعد الحصه السادسه تاخدني تفقعني غدوه على مزاجك، وتهبشني ازازتين بايره، وتفلسعني سيجارتين. افلسعك؟ ولما اصحى من النوم تنيمني تاني. صح؟ طيب طيب يلا يلا. الو الو اختي، الو بترد يا جبان؟ اتكلم يا باجن، انطق يا مغفل. اهو انتي ايه ما بتردش ليه؟ تليفونهم هيفضل مشغول للابد. علقته. طب والنبي لكون جايبه كلب هول يطلعك من وسط 100 سماعه. هيه بس. ساعتك كام دلوقتي؟ انا ما بعرفش فيها، شوفها انت وحياتك. دي الساعة 5. اه 7 بالدقيقة هتكون مع منى. بجد يا خميس؟ بجد يا تحسين. صحيح انت استاذ تاريخ ليك مشنة ورنة، انما انا استاذ عربي داهية، وانا داهية من دواهي العربي. انا عارف. قوم بينا فورا دلوقتي. قوم بينا. ولا تخلص الشاي؟ هايل الشاي ده، بس الجاز كان كتير شوية. جاز ايه ده؟ انا عامله بالصابون يا راجل، يجنن. طيب طيب جاي اهو يا باشا. ايه ده؟ خف ايدك شوية. صباح الفل. اهلا. نعم. ايه اهو اهو، قول بقى. نهار كاش يا استاذ هاني. اهلا وسهلا. نعم. المصلحه جالها اختار ان تليفونكم عطلان. مين اللي قال؟ هو صحيح ما فيهوش حراره بقاله ساعتين، لكن ما حدش يشتكى. يا مدام الشكاوي دلوقتي الكتروني. يعني ايه؟ تليفونكم يقول اه، احنا نقول ايوه اه، وندب على طول. ما تسيبيهم يشتغلوا من سكات، ولازم تحقيق. اتفضلوا. التليفون فين؟ هو متلقح عندك، تعالى. كل يوم والتاني خسران جابك مصيبه. وقفتوا حالنا الله يخرب بيكم. اه احنا اتهزقنا بقى. ان شاء الله سليمه يا مدام. شكرا. الله ده الحراره. انا هتصلح. ها؟ طمني يا استهاني، كل حاجه هتمشي طبيعي ان شاء الله. اصل الانفلونزا ماليه البلد اليومين دول. ومالك بتقرب مني كده ليه؟ بعد الشر عليك. بقولك ايه؟ مش باين. خش اعمل نفسك بتدور على الفيش والتوصيلات ودعبس عليه. انا خايف اعمل. لا ما تخافش، خليك راجل. يا اسطى محمود. اسطى محمود. اسطى محمود مين؟ انا اسطى محمود. ايوه اسطى محمود. ايوه. خش دور على الفيش والتوصيلات وقول لي عشان ندب بقى. اتفلشت الالواز؟ يا ريت بس سخنه. سيبت بابا تتصنطي على ايه؟ تتصنطي على ايه؟ فين المخبط؟ اختي امر ايه؟ امشي بقى.
دستور وسلك التليفون فين؟ هو التليفون مات. تعبان فعلا، ما فيهوش حرارة خالص. بقاله جمعة ما بينامش. ايه؟ بقاله جمعة ما بينامش، مليان كلام حب وعواطف، محشر غرام واشواق. ايه؟ تحسين منى، مش قادر اصبر اكتر من كده. من هلله امك اللي حرمتنا من بعض المدة دي كلها. دخلت هنا ازاي؟ البركة في التليفون. ما تبقاش مجنون. مجنون مين؟ انا تعبان يا منى. المية سخنت؟ بتغلي يا اسطى. بص انت بتكلمي عبد الحميد ترانك، فاهمه يعني ايه؟ واخده يا طبيب. شيل الغطا، شيل الغطا. حط العين النصران الاول. ايوه. ايه اللي انت بتعمله ده؟ اسكتي يا وليه، مش فاهمك انت في التليفونات. هاتي هاتي الكركوعه اللي وقعت دي. التليفون الحراره ضايعه، لما الحرارة تضيع تسخن المية، تحط التليفون في المية تجيله الحرارة. لا يا سيدي. أيوة كده، فاهمة؟ يا ريت شوية كزبرة وكمون عشان الصوت يطلع رايق. والله. تلاقي الألو، ألو، ها؟ توكلنا على الله. فين الكبشة؟ ها؟ الدعي حتة بصلاية هيطلع ريحة تخبل، ريحة تخبل. وإيه بيعملوا ده؟ عليا النعمة الهريك وأنا هنا. انا هقول لك كلمات وانت تقول رد الفعل عندك، بس بكل بساطة اي رد يجي على بالك اسكعه على طول. اسكعه؟ اتفضل يا دكتور. منى. وردة حلوة. حماتك. بتنجان اسود. معلم عاشور. اوف ابو ودنين. اغس الله يكسفك. في ايه؟ مالك يا معلم؟ سامع يا سيدي صاحبك بيقول علي اوف ابو ودنين؟ انا اوف ابو دين؟ الله يطعك يا تحسين. انا قلت له 100 مره ما يقولش الحكايه دي قدامك. معلش يا معلم، اصله بيتعالج. يتعالج ايه؟ دي اللي تحيا يا معلم. هو دلوقتي في نوبه صراحه، وتلاقي عقله الباطن هو اللي بيتكلم. يعني هو حكيم الباطن. تمام. اخيرا اعتقد ان تحسين عنده عجز جنسي. لا مؤاخذة، يعني ايه عنده عجز جنسي؟ عنده الظاهر ان ما عندوش يا معلم. مفلس؟ تحسين مش راجل يا معلم. يا نهار اسود ومنيل بستين نيلة، يعني بنت اتجوزت حرمة. على اي حال ده مجرد احتمال. طب ازاي يا دكتور هنعرف الحقيقة؟ شوف. اي مفيش غير انك تاخده وتقضي معاه ليلة حمراء، وبعد الليلة دي أنا هقدر أحدد. طب نزل إيدك من عليا. كلام إيه ده يا دكتور؟ شفت حاجة عليا؟ حد قال لك إني عيب؟ عيب يا ابني، عيب الكلام اللي بتقوله ده. أنا أقصد إنك تشوف له واحدة، تشقط له واحدة يقضي معاها الليلة. أشقط؟ أنا؟ انا على اخر الزمن كلم اسماعيل عمل كده. خلاص خلاص. حاضر. ده صديقك ولو عليك حقوق. ايوه ده كتير يا دكتور، ده انا ما عملتهاش مع نفسي لحد النهارده يا عالم. ان ما كانش عشان خاطره هو، يبقى عشان خاطر انا وبنتي يا استاذ. امري لله، بس ما حدش يقول لحناظم. شوف انت تاخد الجهاز ده وتثبته في السرير من غير ما ياخد باله، تخمه يعني.
اخو امه. ايوه يعني خاله. بس اسكت. واخد لي بالك؟ وقبل ما يحصل اللقاء العاطفي المنتظر تديني خبر هنا في العياده. وانا حراقب كل حاجه من الجهاز ده. خبر زي بعضه يا جدعان. يعني الراجل يبقى قاعد فوت وقافل بابه عليه وانت تراقب وتكشف ستره كمان. وبعدين وبعدين دي سيكولوجيا يا معلم. استر ان شاء الله ما يشوفوش. ان شاء الله. اسكت. هو قال لكم ايه الدكتور؟ خير سليمه ان شاء الله. سليمه. تعال 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 بس تعال معانا. يلا توكل على الله. يلا بينا. يلا الحمد لله اللي جاب لنا كده يا معلم. ربنا ستر. هو الدكتور قال لكم ايه؟ والله هو بيقول يعني ما تتكلم يا استاذ. ايوه يا معلم صبر. طيب ما هو عمال يسال وانت مبلم. اتكلم اتكلم يا استاذ. ايوه بجمع افكاري وارتبها يا معلم. الحكايه بقى فيها تجميع وترتيب. انا من ساعه ما قال لي انتوفوريا وانا مش مستريح. شايف اي ايه؟ يلا يا سيدي. الدكتور قال لنا ان اعصابك تعبانه شويه ولازم تقعد في شقتي يومين ثلاثه لحد ما تروق وتبقى عال. وما اقعدش في شقتي انا ليه؟ ما انت عارف بقى اللي بيحصل لك في شقتك. ومنى. منى ما تتكلم يا استاذ. يا معلم مش كتف ده اللي بتضرب عليه، كتف التاني. ما هو الراجل عمال يسال وانت مبلم. فهموني الحكايه بقى بالظبط. اصل منى رخرة لازم تقعد عند والدها يومين لحد اعصابها ما تستريح. مش كده يا معلم؟ براو عليك يا استاذ الاساتيز. ما هو ده اللي قال عليه الدكتور بالظبط. انا استحيل اقعد بقى بعيد عن مراتي. ايه هندوحر مع الدكاتره النفسوانيه كمان؟ افترض انت ومنى روحتوا البيت، ما هي المصيبه هتحصل تاني ويرجع ابوك عند اخوك. طيب اللي تشوفوه. في صحتك. اتفضل. أربع دول عبال ما وضب لك السرير والأوضة احتفالا بشخصك العظيم الهايل. يا عظيم يا هايل. وإيه ده اللي عظيم وهايل؟ أكيد الأنتفوريا واضحة علي. أنا أصلي افتكرت إن عندي مشوار صغير رايح أقضيه وأجي. طب أجي معاك عشان أنا بخاف أقعد لوحدي. لا 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 دكتور قال ما تخرجش ابدا، لازم تستريح في البيت. طب ما تاخرش عشان انا زهقان. والله يا صديقي حسب التساهيل. ادعي لي ان ربنا يوفقني. اتكل على الله. كل يوم هشرب من نفتالين ده. أنا اللي عاوز. هو اللي عاوز. هو مين؟ زميلي. يعني لو سمحتي 5 دقايق من وقتك تبقى عملتي عمل إنساني كبير. أنا مش فاهمة أنت عاوز إيه بالظبط. مش أنا اللي عاوز، ده هو. ومستعدين ندفع لك اللي أنت عايزاه. يا صيفي أنت ها؟ قلتي إيه؟ في إيه يا فندم؟ عاوز حاجة؟ أنا مش عاوز، هو اللي عاوز. هو مين؟ زميلي. عايز ايه؟ الهانم بس 5 دقايق وحنرجعها على طول. بس بعد ما نطمن. تطمن على ايه؟ امسك. اصل زميلي الدكتور قال له معاه عروس 5 سنين. هوب بان معاه عروس 5 سنين. هو الدكتور قال معاه عروس. قلت ايه؟ الله.
راح فين؟ ساعات البيت. سيادتك فاهم غلط. أنا مش عايزة عشاني، ده عشانه هو، وهنديها الفلوس اللي هي عايزاها. أنت عايزة كام؟ أدي جنيه وهات الباقي. أنت مالك أنت؟ آه يا أبويا، سعادة البيه. يا سعادة البيه، أنت بتضربني ليه؟ أنا ما بحبش الحاجات دي. أنا والله العظيم راجل بصلي ومش ممكن أعمل حاجة تغضب ربنا. وحياة والدك، تكلمها لنا ها؟ إحنا مستعدين ندفع لك اللي أنت عايزه. أنا شوف حدلك اللي انت عايزه كله، ادي جنيه وهات الباقي. ها اتفضل يا منى، اتفضلي سعاده البيه. المساله كلها مش هتاخد اكتر من 10 دقايق على ما سيادتك تشرب القهوه نكون احنا اطمنا. اعمل فيك ايه؟ اعمل فيك ايه؟ اعمل فيك ايه؟ تقليل الادب ليه؟ انت مش هتجيبها لبره، انا هلبك بقى. اوعى اوعى، انا هتخرب بقى. يوه اللي جتني تاني الادب، الادب نسوة تقشيش يا راجل يا كلب. يا ايه يا اهو، ايه ده كده؟ الله يلعنه. خير؟ طمني، جوز بنتي طلع راجل. راجل؟ راجل ولا مش راجل؟ انا مضرب ليه يا معلم؟ اتبهدل ليه؟ خسر العالم اللي ما عندهاش ذوق ولا انسانيه. بقول له يا سعادة البيه هناخد الوليه 10 دقايق على بال ما سيادتك تشرب القهوه عشان نطمن على الراجل. وعينك ما تشوف الا النور عليه مرزبه. يا اهلي انا مالي باللي بتقوله ده كله؟ طمني الاول، هو طلع راجل ولا لا؟ يا معلم انا مستقل من الشغلانه دي، انا شقتي تحت امركم، انما انا ما اقدرش انضرب في اليوم مرتين، ما حصلتليش في حياتي. ايه يا اخي ده؟ ايه اللي بتقوله ده؟ اسمع ما اقول. ايه يا معلم. وربنا انا كان قلبي حاسس انك تغف ولا تنفع تستقطع حاجه ولا تعمل حاجه ابدا. مالكش دعوه انت. شكرا يا معلم، اروح انا الاسعاف اريح شويه. ريح ايه؟ خليك هنا، خليك. بلاش هاجر. هاجر ايه؟ انا هنزل استقبلك واحده على الفرازه. اخر حلاوه كنت اعرفها يا مشاو. وطي صوتك احسن منى تسمعني يا معلم. لا ما اصل منى خدت البنت النبويه وراحوا عند زنوبتي ومسكت فيهم هيبتوا عندها. عن اذنك بقى ما البس حاجه عليا عشان اروح. طب بس ما تاخرش يا معلم لان الدكتور زمانه مستني. انا خايف على الدكتور لا يتعدي. خدي يا حبيبتي اشربي كوبايه الليمون دي وروقي دمك. متشكره يا زوبه، مش عايزه. حياه النبي عين وصابتكم وصابتني معاكم. ما انا جاي عشان اقولك مش هخلي بابا ياجل جوازكم اكتر من كده. يا حبيبتي يا نور عيني، هو انا معقول يجيلي قلب اخش دنيا وانت لسه واقفه على بابها رجلي بره ورجلي جوه؟ يا حبيبتي يا زوبه اصيله. قولي يا منحوسه يا زوبه. بقول ايه؟ عن اذنك اما اروح ازور واحده جارتي عيان. طيب يا حبيبتي. عن اذنك. اهلا وسهلا، اتفضلي يا سلولة، خشي برجلك اليمين. مش معقول، بحبه. ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انت بتحبني وانا بحبك. بحب مين؟ مش انت محمود المليجي؟ مليجي مين؟ امال مين انت؟ مين ده؟ ما اسمها دي اللولة. هي دي امال دي اللولة. ايوه انا بتاعت التجربة يا معلم. معلم ايه؟ سوري يا مدام. لا ما تسيبنيش لوحدي يا مكرم. ثانية واحدة. ايه؟ في ايه؟ مالك؟ مالي ايه يا ابني؟ مرعوب كده ليه؟ في ايه؟ هي دي عريضه قوي. عريضه مين؟ عارف اللي مش عاجباك دي؟ كانت موقفه شارع عماد الدين على رجل واحده. دي ولا شارع عماد الدين ولا شارع الشوارب حتى. يا معلم احنا عايزين نعالج تحسين، مش عايزينه يقطع الخلف. فاهم يعني ايه؟ انت هتقعد تتفلفس؟ انت تروح توديها له مالكش دعوه، هي تصرف ولا تصرف. يلا انت تعالى. يا وليه يا ابو سيدي. لا انت بتحبني. يا وليه انا لو عاوز حاجه ولا حاجه هو اللي عاوز. يلا بقى اديني بؤسه. انا حد عامل لي عمل؟ اديني بؤسه. ما اديش لحد حاجه. اوعى تخاومني، اوعى تخاومني ابدا. يا وليه ابو ايه ده؟ ربنا معايا، ربنا معايا، ربنا ما يضرب كده. جاي تهزقني هنا يا معلم؟ معلش يا لولا الراجل سرجن. معلش بقى، يبقى البركه فيك انت يا معلم. كده معلش. وانا هتعلقوني من كل حاجه؟ لا يا معلم. لا ما هو انا بقى هفهمك، انا هفهمك الحاجه. بعد الغيبة دي كلها بتتركني يا معلم.
ودمع على خدي وشرفي. حرام عليك، حرام حرام يا معلم. انا جيت لك اهو يا عينيا، ولا زيك اهو في الرجال، والنبي لو ترضى عليا لافتح لك قلبي وكالة من غيرك ليا. يا اختي يا شربات، اختشي يا وليا اللي اختشوا ماتوا، اتلمي وخلي في وشك دم. لحظة لحظة لحظة، هي اللي تشوف حسنك تتلم، تدوب ذوبان وتموت موتان، وتسيح سيحات وتروح وحدك كده بالأحضار، وتروح وحدك كده بالأحضار. أحضني يا معلم. يا مبيت يا بوليس، دوغان هربان دوغان هربان. خليك هنا خليك، بلاش تفارق، طلعني لاخد فيك سنة سنة واقول ده سارق. ابعدي عني اعملي معروف، روحي سيبيني انا عنجز روح. يا اختي عليك يا اختي، ويا روحي عليك يا روحي، لما تكون يا جميل مكسوم صارت ليا تعالي اوام. انا عندي كلام، انا عندي كلام بدي اقولك، عندي كلام بدي اقولك. عايزه تقولي ايه؟ اخلصي. طيبك لما عليا يفوت، ما بنامش الليل وانت بتروح، عيش واموت اموت وانا موت موزيل. عيبتني على وش جواز، اه من حبك وعمايله يا ابو قلبي كانه جلاس، وانا بترجح وبحيله وانت العشت الخباز. لا وحتى بقيت مش طايله، وانا اجيب لك على بهداد واعمل لك اللي بنايله. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. مين دول اللي وحشوك؟ عيونك وحش عيوني، دول مش عايزين يشوفوكي. يا اللي مش عاجبني بتوبة وبعادك عني رتوبة، طب اعمل ايه معذوبة ودنيا بقت مخطوبة. ادي زوبة زقة. لا 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 لا، ادي زوبة زقة. لا 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 لا، ما تفكرش فيها وادي زوبة زقة. لا لا لا، هي اولى بيها ومن استاهل الزقة. لا لا لا، يا معلم يا حنين يا معلم يا اخويا يا نار زي بعضه، رحنا في داهية. احضني يا معلم. يا شيخ اتنيلي، ده انا دمي هرب. بقولك ايه؟ تعالي هنا. معلم فين يا معلم؟ تعالي. لا انا فين؟ خشي الاوضه دي. لا لا تعالى معايا. هو هنا، هو معايا. ايش ده؟ مش صلبعين على ايه بس؟ حاضر. فين جوبا؟ اهلا بيك. ازيك؟ ايه اللي جابك دلوقتي؟ ها؟ قلت لمنى رايحه ازور واحده جارتي عيان، وجيت اشوف تحسين. هي قال ايه الدكتور؟ دكتور ايه؟ ده انا اللي عايز دكتور يا دوبه. عيان؟ يا لهوي يا معلم، ده انت حرارتك مرتفعه. اما اجيب ميزان حرارتي. مش عايز ميزان حراره، مالكش لزوم. مفيش داعي. مالوش لزوم ازاي؟ مفيش داعي يا ستي. بس والله ده انت غالي عليا. الله يخليك. انا عارف ان انا غالي عليك. لو كنت غالي عليك مش عايز حاجه. مش عايز. الله، انت مالك مش عايزني اخش الاوضه ليه؟ انت مش على وعدك ليه؟ الاوضه يعني انا مالك؟ انت فين يا معلم؟ انت فين يا الله؟ انت عندك ضيوف يا معلم؟ الله الله، ودي تطلع مين دي؟ انا نكوى فؤاد. اخفى عليك يا خاين يا رشاش، بقى يا راجل تسرب بونا وشغال وتبعتهم عندي عشان تعمل عمتك السودة دي. وربنا يذوب، انا بريء. اخرج ما تمشي اسمي على لساني. معلش طبيعتي بس شويه، فاهم؟ فاهمك كل حاجه. تعال يا معلم، تعال.
مين الست اللي بتسير مني وتحكت عليا؟ سيبيني في نسبتي ونسيب جوز بنتي يا بني معروف. يا خيبتكم يا خيبتكم، مش كنت تقولوا انكم مش هتعرفوا تتصرفهم؟ اهو ده اللي حصل. خلاص انا هتصرف. يعني مؤاخذة انت تستقضي حاجة بمعرفتك؟ اسكت انت يا خيبتك يا خيبتك. بذمتك خدت ثانوية عامة؟ اسكت يا ولد انت اسكت. بس يا معلم. هو انا اتكلم؟ الو كباريس صرصار المراهق، ماز مدام نونا من فضلك. نونا، اهلا نونا، ازيك يا نونا يا بنتي؟ طبعا انت يا حلوه. انا دكتور ويليام. نونا انا عايزك تمر عليا دلوقتي حالا. لا 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 لا، شغلانه مهمه. اي خدمة؟ انت بتاع المساج؟ لا انا بتاع التاريخ. لا لا لا، انت بتاع المساج. يلا قوم لحسن مستعجلة، ابتدي الجلسة بسرعة. جلسة ايه يا ست هاني؟ اكيد حضرتك غلطانة، انا زي ما قلت لحضرتك مدرس تاريخ. ان كان يلزمك حصة انا تحت امري. اوكي اوكي. انا مدرس تاريخ مش مدرس طبيخ. انت قلعت ليه؟ عشان نبتدي الدرس. قول. مره بابليون برا برضه كان نازل يشتري معسل، راح عند الراجل بتاعنا فبابليون برا برضه ما لقاش الراجل بتاعنا معسل. ام قالت له انت ما لقيتش. ام بابليون برا برا برضه قالت له ما عسلتش. عظيم عظيم. خير يا دكتور؟ طمنا ولا خف شوية عليا، خف شوية يا معلم، دي لسه مرحلة تمهيدية. وبعدين؟ بعد ابراهيم باشا جه وراه على طول زكي. ايه ده دكتور؟ بتبوسه بتبوسه. وايه ده النصر؟ بتحضنه. خف عليا بقول لك، بلاش حركات الاوتوبيسات دي. خليك يا معلم. دور عليه الشرياوسي بعد ذات السمات. هو دلوقتي اللي بيبوسها يحضنها. خشتي تحسين مات؟ مات. الف مبروك الف مبروك يا معلم، الف مبروك. الاستاذ تحسين في غايه القوه والحيويه والنشاط لدرجه ان الجهاز اعصابه ما استحملتش. ايه وسيبة العراجل وسيبة العراجل وسيبة العراجل. اشكرك يا رب. خلاص تحسين طاب والمعلم اتجنن. خلاص. طب والحاله اللي بتجيله دي يا دكتور؟ دلوقتي اقدر اقول لكم ان الحاله بسيطه، ما تخافوش. حلاوتك انت، قول قول زي ما عجبك. قول انا خايف. هو دلوقتي في صراع نفسي، مش قادر يصدق انه اتجوزها بعد ما كان فاقد الامل وعنده احساس بان امها بتطرده. عشان كده اقترح انه ياخد مراته ويروح يقضي شهر عسل في حته بعيد عن الشقه، في لوكاندا مثلا. شكرا يا دكتور. مباحث مباحث. عايز يا استاذ ايه العمليه اللي بتعملها دي يا تحسين؟ فتشت القطر كله. معلش يا حبيبتي، الاحتياط واجب، كان لازم اطمن ان اللي ما سماش ما جاتش ورانا. وبعدين بقى يا تحسين ما تنساش انها امي. انت زعلانه مني؟ أنا زعلان عليك أنت. وأنا زعلان على نفسي ومن نفسي. عشت طول عمري أحلم بيكي وأتمنى أكون جنبك، ويوم ما نكون مع بعض يحصل اللي يحصل ونتحرم من بعض. عمرنا ما هنسيب بعض يا حبيبي. أنا جنبك وهفضل جنبك لآخر يوم من عمري. ودي كلها أزمة وهتعدي على خير بإذن الله. يعني هنقدر ها؟
تحسين. بقولي لا مش هناك. انت لسه برضه زعلانه مني حتى بعد ما عرفت ان انا بريء ومظلوم. انا زعلانه على بختي اللي مال وحظي اللي اتعاوق. ما خلاص هانت، انا غشيش قلبي من جوه. هانت ازاي وانت جاي تاجل الفرح؟ ما هو ما يصحش انا اتجوز ولسه بنتي عذراء. ما هو لو نستنى بنتك اما تخش دنيا مع ست حسين هكون انا بقى سبقتك ودخلت الاخره يا معلم. اهدى زوبه، الموقف صعيب وانا حالتي اصعب. الصبر يا زوبه الصبر. اشتري منين يا معلم؟ مش كفايه اني طول الليل نايمه وحضن الوساده الخاليه، وانا وربنا طول الليل معبط في المرتبه، واصحى الصبح الاقي نفسي اغرق اغرق تحت السرير وبكسف اقول ده انت تمشي من هنا وانا دموعي تنزل على خد رشي تقول تعالى يا معلم الحقني وشوف اللي جرالي. لا لا بلاش كده زوبة بلاش، احسن احنا الاتنين طايشين وجايز في لحظه انسجام نغلط ونخلف طفل الخطيئه ونسميه سراج. تاكس تاكس، استنى استنى وحدة استنى. خش انت روح خلي دي هنا. لو كانت فلسطين وحياتك مالك يا اسطى؟ هي الدنيا طارت؟ يا لهوي يا بحتين انت يا حضر. يا لهوي امك ماما بلاش دوشه بقى، قلبت دماغي عجبك كده؟ هزرقك لما شافت خلقتك. لو قلبك عليها صحيح طلعها. ده بعدك خلاص، والنبي ليكون شاربه من دمك النهارده. هات الشنطة اللي قدام وحياتك. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ايه واقف كده ليه؟ العربية ماشية من غير سواق. في عربية من غير سواق؟ يا راجل شوف شغلك. اضطريت اظهر لك عشان تعرفي ان امك بصحه جيده. سامع يا معطف؟ يا ماما حرام عليك اللي بتعملي ده، ده ما يستاهلش العمال دي كلها. يطلقك واجوزك واحد بمزاجي وتبعده عن بعض. لكن انا مش عايزه اتطلق وانا بحبه وهو بيحبني. جاتك خيبه تحبي في ايه ده؟ حب واحد زي ابوكي نص نقل، مش تحبي لي فيسبه؟ انا فيسبه يا وليه؟ ايوه. ما هو قله ادب بقى، انا مش عايز فاهم ولا لا؟ انا بقول لك بقى واحنا جدعان قوي يعني. ايه
اداني بقى الطراوه كده ليه؟ انا حاسس بطراوه. ايه يا وليه انت عايزه تعملي ايه بالظبط؟ اهدى غسيل كويسي. لا كده اعطس بقى وكده احكي. باي باي. الهدوء الهدوء يا بنت المجنونه. اه خليك كده خلي يا ولية هات الهدوم وإلا هضرب فيك العيد ما بالك صح يا خبتك يا لو دوم يا لو دوم يا حي دوم يا ولية هات هات بقولك هات بقولك الهدوم انت مش هتخلف هاي هضرب فيك العيد ما بالك صح ايه ايه بس ايه انت زعلت يا حبيبي عبد البرش انت الكرسي يروح باي باي جود باي 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 حمام جرحة واطلعي بالحالة اللي انا فيها دي جناية بقول لك اطلع احسن والله العظيم يا سيد انا عندي موانع شرعية ما تفهموها بقى افهم من كده انك مش عايز تطلع يا عبدو يا مصطفى تعالوا هنا بسرعة انا الراجل ده يطلع من البحر يلا بسرعة اوعى حد يقربني اوعى حد طب طلعوا الستات الاول انا غير مسؤول عن اي حادث المسألة هتتكشف اوعى ايه يا سيد طلعوا الحريم طلعوا الحريم انا ماليش دعوه طلعوا الحريم كل واحد يخلي باله من نفسه تعال هنا تعال تعال ايه الحكايه هو مسجل معاكوا ليه مش عايز يطلع ليه الراجل ده قلع يا بيه قلع انت سيادتك عايزني جنابك لازم تفهم ان ده اوتيل محترم ولا يمكن اطلاقا اسمح لك بالمسخره اللي بتحصل دي مسخره ايه بس يا بيه في اكتر من الحاله اللي كنت بيها في الحمام في حد في الدنيا ينزل الميه من غير ال وهو يعني هقول ايه بس الله يخرب بيتها هي مين دي الشركه بتاعت الاساتك بتاعت المسائل الاسك من دول ما بيستحملش حاجه تصور سعادتك ايام زمان كان اسك ابويا يلف علينا كلنا من عيل للتاني للتالت من غير ما نقطع وفي الاخر خالص نعمله نبله ونضرب بيه العيال بس 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 اتفضل يا استاذ اتفضل اتفضل وارجو ان دي تكون اخر مره اسمع فيها عن تصرفات بالشكل ده مفهوم والا هضطر اقف منك موقف ما انتش حمله ربنا يستر بقى وما تطلعش تاني هي ايه دي اللي ما تطلعش تاني اصل انا بفتح الدولاب دايما تبص تلاقي هي طالعه في قلب فانا لما بطلع هي السلام عليكم الناس دي جرالها ايه؟ انا مش فاهم حاجه خالص. مبسوطه ست بالاهانات دي كلها؟ انا الراجل وقفني قدامه وقعد يهزق فيا ده الكلام ده؟ يخرب بيتك هما سابوك تاني؟ انت عايز مني ايه يا ولية يا هد بقى؟ يا ماما يكون في علمك لو تحسين جرالة اي حاجه انا هموت نفسي. اخد عليك يا حبيبتي ما تقوليش كده، ان شاء الله هو واللي يشدد له. ليه بس يا ماما؟ ده تحسين شاب لطيف وبيحبك. حبه قرف. معلش يا حبيبي، طب عشان خاطري يا ماما، عشان خاطري اديله فرصه يثبت لك انه بيحبك. اعتذر لها يا تحكيم عاك عليا يا ست انا غلطان هاتي راسك ابص اوعى شيل ايدك انا جدتي متلبشه طيب ايه رايك لو سهرت معانا الليلادي في النادي الليلي بتاع الاوتيل اه مفيش مانع بسم الله الرحمن الرحيم اهدى تجيب لي ميه سخنه اعمل بيها ايه دي احلق بيها دقني هات لها ميه ساقعه لمين لحماد تحت امرك انا فضلك يا فندم شوف ماما تاخد ايه ماما تاخد ايه يا احلى واظرف وابعص حما في الدنيا اخد عمرك هتلاقيها سامعة تحديد سامعة رقة ماما وظرفها وخفة دمها بقولك ايه
عايزه طبق مكرونه سباكيتي بس توسع، فرخه محمره بس مش من بتوع الجمعيه، انا عارفاهم، فرخه بلدي من اللي امك مربياهم. هتلاقيها مكرونه سباكيتي وفرخه بلدي من اللي امك مربياها. نعم. وهتلاقيها بتنجان مخلل عشان هي بتحب البتنجان المخلل. احنا بقى جاب لنا 2 شوربه فراخ من اللي امك مش مربياهم. وبعدين بقى و2 اسكالوب بانيه من اللي ابوك مربيهم. يلا بتسلوح ليه؟ اتفضل امشي. هقلب عارفه غم هنا بقى. تحت امرك. يلا. منوره يا حماد. مالكش داعي. السباكيتي والفراخ بتاعت امي احطها فين؟ ايوه هنا يا ابن المفضوح. دي اللي امك مربيها؟ دي مراتك اللي مربيها؟ اكلك منين يا فرخ؟ اكلك منين؟ اتفضل شوف شغلك. حاضر. اعوذ بالله. اجيب لك تحت بصل يا حمادي ولا بتحبي بابا غنوج؟ اما افطرك بس. استنى بس. تحت يا بس. انا اللي عايز اعرف في حاجه برقص مع حماتك. يا ايه واحد برقص مع حماتك ممنوع؟ ترقص مع حماتك؟ ايوه. هي فين دي حماتك اللي ترقص معاها؟ اعرفك بيها. هتعرفني بيها كمان؟ استاذ ويليام مدير الاوتيل حماتي. لا احنا صعايده بقى ممنوع البوس. حش انا متاسف فاتتني دي. اتفضل تاخد كام وتسيب الاوتيل وتمشي من هنا خالص لو سمحت. ما بنقول بنتكلم جد. تاخد كام يا وليا؟ الحقيني يا وليا. منى. ايوه. انا مش مصدق عيني. ما انا هو بين ايديك. تعالي بقى كده حد بقى اصل كده. الله. انا عارف ان الجواز حلو من زمان. ليه؟ كل ما بضمك بحس ان انا ما بعرفش انا مين ولا جيت منين ولا انا فين. قد كده بتحبني يا تحسين؟ هو انا لما كنتش بحبك كنت استحملت بلاوي امك؟
استني بقى. تبقى ليه منى؟ ايوه يا واد وعرفت تنقي. ايوه يا واد خدت الاموره. ربنا بلوى الواد خبيث ده قاعد يقول لي اربع اربع لحد الواحد دماغه ملفت. ايوه يا واد وعرفت تنقي. ايوه يا واد خدت الاموره. ايوه يا واد يا دي النيله. يظهر ان فطر الاربعه تخد الواحد يتهاله حاجات نيله خالص. ايه اللي نيله يا نيله؟ لا اصل انا كنت قعدت اربع والواد خميس يقول لي انت بتاربع ليه؟ وانا اقول انا بكلم مين؟ بكلم مين؟ ما انتش عارفني؟ بتشبه عليا؟ وفي الحقيقه الوش العكر ده برضه مر عليا قبل كده. عكر؟ انا زوزو هانم يا ابن حفيظه. زوزو؟ انت كنت فاهم انك تقدر تتجوز البنت من ورايا؟ ده بوحدك. هي سايبه ملهاش ام تحميها. يا مرحبا. حبيبي مالك؟ زوزو. زوزو مين؟ امك. مالها؟ لا برضو واجب الواحد يقرا الفاتحه الا روحها. لا يا حبيبي يا تحسين قد ايه انت طيب. قوي. طيب قوي خالص. نهارده ابيض. النبي تحسين النبي. توبة ان كنت اربع تاني. توبة توبة والنبي توبة. ايوه يا واد عرفت تنقي. ايوه يا واد خدت الاموره. يهوي ايه اللي بتعمله ده يا قليل الحي؟ مش تختلش عيب؟ لا ده الموضوع مش موضوع اربعه بقى. رد عليا هنا. ايه اللي بتهببه في البنطلون ده؟ بفك الزرار عشان اقلعه. اتقلعت دماغك من جسمك. طيب بتلعب جام يا واد مش تختش عيب؟ يعني انام بهدومي؟ شوف لك حته تانية اقلع ونام فيها وانت عامل زي البورس كده. ايه ده؟ هي حصلت الشبشب؟ لا لا. ايه ده؟ ايه اللي بتعمله ده؟ يا حبيبي انت بتكلم نفسك؟ بنفس مين؟ هي نفس شالها كده؟ بكلم امك يا ست هاني، والله العظيم بكلم امك. يا حبيبي انت لسه قاري الفاتحه عليها. امك رجعت تاني، رجعت تاني. ازاي بس؟ ازاي بس ده؟ هي مش مصدقاني؟ امك رجعت اكيد ما حدش راضي يقبلها فوق لا في الجنه ولا في النار. قامت رجعت لنا تاني، فرضوها من فوق. قطع مش مصدقاني، والله العظيم امك اهي واعده ليه زي اربع قطع على السرير. يا حبيبي السرير فاضي. بس اما اشوف. هو مين؟ حانوت الكلب اللي دفنها، كان لازم يبنوا فيها هرم خوف عشان ما تهربش. تحتين انا مش ممكن اقعد معاك وانت بتتكلم عن ماما بالشكل ده. الله هنا هنا. تعالى هنا رايح فين؟ انت يا وليه انت مش اتكلت على الله ونزلت في الباكابورت؟ وسلمت الامانه للي خلاها سبحانه وتعالى زي كل الناس. الحمد لله. امال ايه اللي جابك تاني؟ خدت لك اجازه مفتوحه بدون مرتب. وقعدت لك لحد ما اتطلق البيت واجوزها واحد على مزاجي انا. لا يكون في علمك بقى لا انت ولا عفاريت البلد بحالها يفرقوا بينه وبين منى. يا بنت اهدي امال. تحسين معذور. اصل امك صعبه قوي ما تتنسيش بالساهل. يا بابا يا بابا ده قاعد بيكلم نفسه في قلب الاوضه. اذا كانت خلت ابوك يكلم نفسه في ميدان التحرير يبقى مش هتخلي جوزك يكلم نفسه في اوضه. ايوه ايوه. مين؟ 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 تحسين. اللهم اجعله خير. حد يخرج في ليله زي دي؟ مالك يا تحسين؟ مش موافق على الجواز. معقوله؟ دي منى بتحبك. انا بتكلم عن امها. امها؟ امها مين؟ ده كله في المجاري يابا، ولا انت ناسي؟ تصور تقولي انت فاهم يا ابن حفيظه ان ملهاش ام تحميها؟ ده بعدك. هي مين اللي قالت لك كده؟ حفيظه. ظريفه. يا سلام. والمصيبه لما جيت اقلع هدومي
انت عارف يا خميس الواحد لازم يقلع هدومه في ليله زي دي. ماشي مش كده برضه ولا ايه؟ الا طبعا مش لازم الواحد يقلع هدومه؟ ده اكيد. عملت لي فضيحه. راحت بصالي وقالت لي انت بتقلع قدامي يا فندي يعني للحياه؟ هو انت ما عندكش دم؟ ما عندكش خشه؟ مين هي اللي قالت لك كده يا تحسين؟ يا خميس بقول لك امها. امها؟ انت اتجوزت امها يا تحسين؟ امها ايه؟ لا انا متجوز بنتها، فبنتها تقول ابقى انا مرات جوز امها، يعني انا وجوز بنت امها في الجوز امها. انت هتصحيني ليه؟ اجيب لك فنجان اسبرين وقهوه. فنجان اسبرين وقهوه؟ اقول لها رجعت تاني ازاي؟ تقول لي خدت اجازه مفتوحه. شوف الحلاوه. لا حول ولا قوة إلا بالله. بيني وبينك تلاقيهم في الآخر رجعوها تاني عشان يخلصوا منها. أعمل لك فنجان قهوة. قهوة إيه يا خميس؟ أنا عايز أذكر عشان أنساها، عايز أربع. تحسين عاوز أربع. اللهم اكفينا شر الفضايح يا رب. ايه ده منى ده؟ يا بنتي مش معقول كده. خشي نامي لك شويه، ده احنا بقينا وش الفجر. يا بابا انا عايز افهم هو ساب البيت ومشي ليه؟ البركه في امك. صدقي بالله يا منى انا ليله دخلتي عليها اربعت اربع ازايز كونياك كله فوازير، ده غير ازازتين طافيه وازازتين عرقي وبوظه كمان، وكل ده عشان انسى انك طشت في ميزاني واتجوزتها. ونسيت يا بابا. كنت اخد الكاس اطلطش واتوزن، ابص لها السبرتو يطير من دماغي وافوق، اخد الكاس التاني اطلطش واتوزن، ابص لها افوق، وفضلت على دي الحال، اطلطش واتوزن وافوق، اطلطش واتوزن وافوق، اطلطش واتوزن وافوق، لحد ما عرفت ان مفيش فايده ومفيش مفر من امي. ومرت الايام وحضرتك شرفتي، الدنيا اتصلحت وحلوت بوجودك. عارفه منى انا استحملت الغلب ده كله عشان خاطر عيونك انت. يا حبيبي يا بابا. يلا بنتي خشي استريحي شويه والصباح رباح. مني شويه يا تحسين. انت فاهم غلط يا تحسين. بحبك انا بعبدك. انا خميس والله ما تكوني جمعه حد. هقول لحمد عظم يا خميس. يو انا بغير بقى بغير يا تسحين. يا تحسين انت زودتها يا تحسين. يو اصحى فوق تحسين. امال فين منى؟ منى مين؟ منى حبيبتي فين؟ منى منى يا منى حبيبتي يا منى. الا بالله. الله يرحمك يا امي، كانت دايما تقول لي ما تنامش جنب واحد واخد زومبا من مراته. هما فين تحسين يا معلم؟ والله مش عارف ما لقيتوش في البيت. يا بابا لا يكون جراله حاجه. الف مبروك العريس لقوه. انا عاوز الحلاوه. حلاوه يا جدعان؟ انت فاكره معزه تايهه؟ العريس اهو اتفضلوا استلموه لانه من ساعه كان يمضولي على الوصل. الله يخيبك راجل، لما انتوا مش قد الارباع بتتنيلوا بتاربعوا ليه؟ وانت عرفت اللي حصل يا معلم؟ على العموم جت سليمه. بنا انا اسف قوي حبيبتي، انا مش بتاع الحاجات دي، اصل الواد خميس قبل كتب الكتاب خدني في السر كده ويقول لي خد اربع، وفضلت اربع 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 لحد ما بقيت كفت. حقك عليها حبيبتي. انا عازماكم على الغدا النهارده، هطبخ لكم من ايديا حمام محشي بالفريك. تسلم ايديكي وعينيكي يا زوجتي يا حبيبتي. العشاء عندي انا بقى، هعزمكم في احسن.
بحماس طب ما كفاية عليه الأكرة أبدا لازم بالترباس أصل يا روحي نويت من بكرة أمنع كل كلام الناس حقه من ناس أخ من بلويها أما دي حق عليها لسان عايزة جنازة وتشبع فيها لا تنورا يا للعرسان قل خلوني بقيت مسكين ليل نهاري في حاله نفسيه معرف اسمي ان كان تحسين ولا تغير بقى حسنيه فهم غلط كان الظروف حط النقط فوق الحروف وقل لي وريح قلبي طمن ظهر شبابي كنت الاول سلبي من دلوقتي ايجابي عارفه السبع بتاع الغابه لو اقول لك اكون كذابه تقدري من دلوقتي تقولي ان ما بيني وبينه قرابه والعشرين زيه يهزوني يومي يطلعوا يجروا لو يشوفوني اللي كان واللي حصل الجو رق والنور وصل بقت القلوب زي البيوت لما تكون متحققنا من في الحبايب زينا حبيبي جه زي الاسد يتكف عليه مين الحسد برق التمام من الاتهام وبقت عليه مطمنه مين في الحبايب زينا مين في الحبايب زينا احم احم احنا هنا ليلتكو ليله مضينا بتقول لي دالي دي عبالي شوف الحلاوه هتفضل قعدالي شوف يا ابني انا هقول لك كلمات وانت تقول رد الفعل عندك بس بكل بساطه اي رد يجي على بالك اسكعه على طول اسكعه اتفضل يا دكتور منى ورده حلوه حماتك بتنجان اسود معلم عاشور اوف ابو ودنين اغس الله يكسفك في ايه مالك يا معلم سامع يا سيدي صاحبك بيقول عليه اوف ابو ودنين
انا اوف ابو دين. الله يضحك يا تحسين. انا قلت له 100 مره ما يقولش الحكايه دي قدامك. ها معلش يا معلم، اصله بيتعالج. يتعالج ايه؟ ايه اللي اتحقق يا معلم؟ هو دلوقتي في نوبه صراحه، وتلاقي عقله الباطن هو اللي بيتكلم. يعني هو حكيم الباطن. تمام. اعتقد ان تحسين عنده عجز جنسي. لا مؤاخذة، يعني ايه عنده عجز جنسي؟ عنده الظاهر ان ما عندوش يا معلم. مفلس؟ تحسين مش راجل يا معلم. يا نهار اسود ومنيل بستين نيلة، يعني بنت اتجوزت حرمة؟ على اي حال ده مجرد احتمال. طب ازاي يا دكتور هنعرف الحقيقة؟ شوف، اي مفيش غير انك تاخده وتقضي معاه ليلة حمراء، وبعد الليلة دي انا هقدر احدد. طب نزل ايدك من عليا. كلام ايه ده يا دكتور؟ شفت حاجة عليا؟ حد قالك اني عيب؟ عيب يا ابني، عيب الكلام اللي بتقوله ده. انا اقصد انك تشوف له واحدة، تشقط له واحدة يقضي معاها الليلة. اشقط انا؟ انا على اخر الزمن كلمة حيلة مع كده. خلاص خلاص، حاضر. ده صديقك ولو عليك حقوق. ايوه ده كتير يا دكتور، ده انا ما عملتهاش مع نفسي لحد النهاردة يا عالم. ان ما كانش عشان خاطره هو، يبقى عشان خاطر انا وبنت يا استاذ. امري لله، بس ما حدش يقول لحناظر. شوف انت تاخد الجهاز ده وتثبته في السرير من غير ما ياخد باله، تخمه يعني. اخمه؟ ايوه يعني خاله. بس اسكت، واخد لي بالك؟ وقبل ما يحصل اللقاء العاطفي المنتظر تديني خبر هنا في العياده، وانا حراقب كل حاجه من الجهاز ده. خبر زي بعضه يا جدعان، يعني الراجل يبقى قاعد فوت وقافل بابه عليه، وانت تراقب وتكشف ستره كمان. وبعدين وبعدين دي سيكولوجيا يا معلم. استر ان شاء الله ما يشوفوش. بس بس اسكت. وقال لكم ايه الدكتور؟ خير سليمه ان شاء الله. سليمه تعال 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 بس تعال معانا. يلا يلا توكل على الله. يلا بينا. يلا وفي الحمد لله اللي دخلوه يا معلم. ربنا سترها. والدكتور قال لكم ايه؟ والله هو بيقول يعني ما تتكلم يا استاذ. ايوه يا معلم الصبر طيب. ما هو عمال يسال وانت مبلم. اتكلم اتكلم يا استاذ. ايوه بجمع افكاري وارتبها يا معلم. الحكايه بقى فيها تجميع وترتيب. انا من ساعه ما قال لي انتوفوريا وانا مش مستريح. شايف؟ ايش ايه؟ يلا يا سيدي. الدكتور قال لنا ان اعصابك تعبانه شويه، ولازم تقعد في شقتي يومين ثلاثه لحد ما تروق وتبقى عال. وما اقعدش في شقتي انا ليه؟ ما انت عارف بقى اللي بيحصل لك في شقتك. ومنى؟ منى ما تتكلم يا استاذ. يا معلم مش كتف ده اللي بتضرب عليه، كتف التاني. ما هو الراجل عمال يسال وانت مبلم. ما تفهموني ايه الحكايه بقى بالظبط؟ اصل منى رخرة لازم تقعد عند والدها يومين لحد اعصابها ما تستريح، مش كده يا معلم؟ براو عليك يا استاذ الاساتيز. ما هو ده اللي قال عليه الدكتور بالظبط. انا استحيل اقعد بقى بعيد عن مراتي. ايه هندوحر مع الدكاتره النفسوانيه كمان؟ افترض انت ومنى روحتوا البيت، ما هي المصيبه هتحصل تاني ويرجع ابوك عند اخوك. طيب اللي تشوفوه.